أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بإعفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب. الحلق هذا بالموس. لأن فيه تشبه بالمشركين. والتشبه بالنساء. ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تغيير لخلق الله. فأنت تعفي اللحية، ترخي اللحى.